لو نظرنا مثلا إلى أئمة سبقوا مثل الإمام أحمد رحمه الله لما وقف أمام بدعة خلق القرآن، ما الذي جرى؟ بقي الوحيد. العلماء الآخرون قد اتخذوا الرخصة من باب أنهم أكرهوا فقالوا ببدعة خلق القرآن، وقد اطمأنت قلوبهم بأنه غير مخلوق، لكن الإمام أحمد رحمه الله صدع بالحق، وذلك لما؟ لأن هذا الرجل هو الوحيد الذي بقي. لو قال ببدعة خلق القرآن لسرت هذه البدعة إلى ما بعده من عصور، ولأنه رحمه الله كان أكثر الأئمة طلابا، فلما رأى حال الناس وأن دينهم سيضلل وأن يمزج الحق بالباطل قام رحمه الله. لكن ما الذي حدث له؟ أصبح إماما. بل إن الواحد قد لا يستسيغ أن يقول قال أحمد بن حنبل، تجد أن كلمة الإمام تأتي على لسان الإنسان المسلم من غير أن يقصدها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.